الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في صباحات السودانية، ويمكن الليلة اللقطة مختلفة جدا صراحة. نحن من داخل غرفة التحرير لقناة سودانية 24، الزملاء في فريق برنامج مانشيتات سودانية هم الآن زي ما نحن شايفينهم على الديسك بيحاولوا إنه يشوفوا الأخبار عشان ما يعدوها للبرنامج. مرحب بك زميلنا ياسر عبد الله، مرحب بك، صباح الخير. بك عمار أبو شيبة، أهلا وسهلا ومرحب بمشاهدي صباح السودانية. بك ياسر، يمكن الأخبار المختلفة جدا صراحة من الصباح وجرائد كثيرة جدا عشان ما طلعوا الأخبار لمانشيتات سودانية، الأخبار فيها شنو للمصر؟ والله يا أخي في يعني يمكن أبرز أربع قضايا حنتناول اليوم في الفقرة التحليلية. الجدل المسار حول صلاحيات جهاز الأمن في تصريحات لمزور في جهاز الأمن برفض تغليظ صلاحيات جهاز الأمن في الحادث المؤسف الوقع أمس في ميدان جاكسون بين قطار ووص وحافلة، أدى إلى مقتل 6 وإصابة 12. أيضا في خبر ورد اليوم في صحيفة التيار حول غض الرأس المدبر للتفجير بتاع الشقة بتاعت الكويت الوقع قبل 15 يوم. أيضا من القدار حنتلاولها أنه حزب المطور الوطني سيحسم غدا، خبر ورد في صحيفة السودان، حيحسم مرشحه لرئاسة الوزراء وانحصار الترشيحات بين 3 أشخاص. الأخبار جميلة جدا صراحة في الصباح ده، وممكن في أخبار برضو محزنة بالخبر بتاع الأمس. فطرت ولا لسه؟ لا لسه ما فطرنا. بنفطر بعد ما نخلص، اللي هو يعني تقريبا بعد الساعة 11 يعني. إن شاء الله. نحن معكم على الفطر. جدا طوالي. معزوم. شكرا لك ياسر. زميلتنا برضو المتميزة أمل، مرحب بك صباح النور، وأنت منورانا ليلة في صباحات سودان. صباح الخير، أهلا بك عمار. قبل يمكن صباحات سودانية الليلة جاتكم هنا في الديسك بتاع التحرير، عاوزين نشوف ضيفكم من الليلة في مانشيتات سودانية. الليلة ضيفنا الأستاذ عبد الحميد عوض اللي هو المحرر العام في صحيفة السوداني. طيب حتحلل بالتأكيد الأخبار وما شابه، المذيع من الليلة في مانشيتات؟ حسام البكري. نحن بنحييه ومنتظرينك برضو يلحقنا هنا عشان نتحاور معه. طبعا حسام وعمار دايما بيتناكفوا مع بعض وبكاوا بعض شديد. تمام، الليلة حتكون منتظره بموضوع جديد. أمل، يمكن البرنامج في الفترة الأخيرة على اليوتيوب حقق نسبة مشاهدة عالية جدا لما يحتويه من أشياء مهمة جدا وتحليلات بشكل احترافي ومتقن بشكل كبير جدا. حقيقي نحن صراحة اندهشنا، لأنه يعني المشاهدة بتاعت الفيديوهات بتاعت الفقرة التحليلية تحديدا بقت عالية شديد. الحاجة دي عندها مؤشرات، يعني مش ساكت، إنه بقى في وعي واهتمام شديد بالقضايا والقضايا اللي بتطرحها الصحافة واللي بنناقشها إحنا. بعد ذاك نحن بنعتمد على الصحافة، يعني حتى الضيوف بتاعيننا اللي قاعدين نجيبهم ضيوف متميزين، وفي ضيوف يعني قبل كده ما ظهروا في شاشات خالص في التلفزيون، مثلا زي أستاذ حيدر المكاشفي. فالبرنامج أنا بتهيأ لي يعني ما نكون قاعدين نشكر في روحنا يعني، لكن اعتمادا على نسب المشاهدة والناس اللي قاعدين يتابعونا والتعليقات اللي قاعدة ترد لنا، حقق مشاهدة عالية جدا يعني في وقت وجيز. وهذا حقكم يعني، شكرا لكم. نحن نورتونا في صباحات سودانية، ونحن برضو أستاذ عمر في الأخبار العالمية ما بين أخبار محلية والتحليل. هنشوف برضو أستاذ عمر، صباح الخير. صباح الخير، كيف الأحوال؟ كيف أخبارك؟ إن شاء الله تمام. كيف أنت؟ تمام الحمد لله. والله أخبار العالمية في أخبار متنوعة، خبر عن دونالد ترامب رئيس أمريكا طبعا، في خبر عن فلسطين مشاكل اللي هناك، في خبر كمان عن أمريكا اللاتينية، نادر ما يكون في خبر عن أمريكا اللاتينية، لكن في خبر من تشيلي اليوم، فيضانات ومشاكل، وفي خبر برضو عن برضو بخص ترامب عن عملية فاشلة للقوات الأمريكية في اليمن. وبنختم دائما، بنحاول نختم الأخبار العالمية بخبر خامس خفيف كده. سؤال أخير كده بقولك، والله ناس الترجمة دي ناس صامتين كده وحنينين كده، سير ده شنو؟ صحيح ما أعرف، بس حاجة بتجي مع المهنة يعني، تفكير الكثير هموم كبيرة. شكرا لك نورتك. الله يبارك فيك، شكرا كثير. شكرا لكم فريق مانشيتات سودانية، انتظروهم على الوقت المحدد على مانشيتات سودانية. هنرجع مرة أخرى للكنترول، فاصل قصير، نسمع لكم من جديد.